واحنا بقى في ختام رحلة الأخبار معانا بقى ثلاث حاجات كده إن شاء الله يعجبوكم النهاردة في شخصية مصرية اخترنا لحضراتكم من الشخصيات المثيرة، بنروح معاكم للي فات واللي موجود حاليا وبنحاول نسلط الضوء على نماذج من وجهة نظرنا، احنا بنشوف زاوية جديدة، بنجيب معلومة جديدة، سر جديد في الأسرار اللي موجودة في حياة الشخصية دي. النهاردة اخترنا لحضراتكم الجميل الرائع المبهج الفنان الراحل عليه رحمة الله سعيد صالح. الفنان سعيد صالح من الفنانين اللي مش بس ليهم أثر مصري، لا دول ليهم أثر عربي، يعني هتقعد مع حد من الوطن العربي من أي مكان فيقول لك إفيه لسعيد صالح، هتتكلم كلمة فهيرد عليك رد قاله سعيد صالح الله يرحمه في مسرحية، هترتبط معانا العيد بالعيال كبرت وبمدرسة المشاغبين، تحديدا برضو العيال كبرت بقت من الحاجات اللي بالنسبة لنا في العيد أو في مناسبات محددة بنقعد نتجمع عشان نسمعها لحد النهاردة، وقصص كتيرة بقى مرتبطة بحياة سعيد صالح ونجوميته اللي كانت نجومية في قلب الناس لكن ربما ما خدهاش على الناحية الإنتاجية والمادية والتفاصيل دي بشكل كبير، حياته كان فيها قصص كتير. النهاردة نرصد لحضراتكم قصة جديدة من قصص صباح دريم، والنهاردة نروح معاكم للفنان سعيد صالح زعيم المشاغبين. أنا وجمهور بيخلينا نولع في المسرح، هو اللي بيسقف هو اللي بيضحك. سعيد صالح زعيم المشاغبين، بمجرد أن تقرأ اسمه أو تراه أو حتى تسمع صوته نهار أسود خيانة تتطاير في رأسك جمله الساخرة وضحكته التلقائية، فنان لم تعطه الحياة ما أعطته لمن هم أقل منه في الموهبة، فهو سلطان الكوميديا، مرسي المشاغب وبيومي المشبوه. تعرف إيه عن المنطق؟ أعرف اتفضل. الله يخليك، أعرف إن لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق، مش هو ده منطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ ده متعلمة بتاعت المدارس. ولد سعيد صالح بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية عام 1938، تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة واكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه إلى صانعي الأعمال المسرحية ليبدأ أول أعماله في مسرحية هلو شلبي، وتبعها مسرحية نالت شهرة كبيرة وانتشارا كاسحا واستمر عرضها ما يقرب من 8 سنوات، فكانت مدرسة المشاغبين، لتتوالى أعماله الناجحة بمسرحية العيال كبرت. قدم سعيد صالح أعماله جميعها ببراعة وتفوق في جميع الأدوار، وعلى الرغم من موهبته الطاغية إلا أن زعيم المشاغبين سعيد صالح لم يمنح نفسه الفرصة الكاملة ولم يستغل كامل طاقاته التمثيلية، وأخذ موهبته إلى طريق آخر ليشارك في أغلب أعماله مع صديقه الفنان عادل إمام، حيث قدما ثنائيا كوميديا بارزا، الأمر الذي اعتبره النقاد سببا في تأخر نجوميته، حيث ظهر في أكثر من فيلم في دور البطل الثاني أو المساعد لعادل إمام، ليتكرر مشهد موت سعيد صالح ويتولى إمام مهمة الأخذ بثأر صديقه، مثل ما كان في أفلام مثل سلام يا صاحبي، الهلفوت، على باب الوزير، أنا اللي قتلت الحنش، والمشبوه. انت هتعيش، هنعيش سوا زي زمان وهنلعب بالفلوس لعب. ورغم اعتراف الجميع بموهبة سعيد صالح وقدراته التي أبهرت المشاهدين، إلا أنه ارتضى بحسب النقاد أن يكون بطلاً سنيداً للزعيم عادل إمام، وأن ذلك الأمر بدأ تحديداً عبر فيلم سلام يا صاحبي. امضي يا شوال والنبي ابن حلال، امضي يا شوال. قضى سعيد صالح آخر سنوات حياته بشكل لم يكن يتخيله، حيث تسبب مرضه المتواصل وإصابته بأعراض الزهايمر في ابتعاد المنتجين عنه، ليعيش في شقة صغيرة مع زوجته بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة. وصغت الصحف الكثير والكثير عن تخلي رفقاء دربه عنه،
ففي أبريل عام 2014 مثلا اندلع حريق في شقته والتهم محتوياتها ومقتنياته الشخصية ليظهر من جديد ويكشف عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفنان سعيد صالح، وكيف أن أحداً من نجوم الفن لم يسأل عنه أو يساعده في هذه الظروف، وأنهم فقط تواصلوا معه عبر الهاتف. قبل وفاته بنحو 4 أشهر صاغ زعيم المشاغبين تاريخه الفني ونجوميته في كلمات حزينة، فقال: اكتشفت أن العمل بالفن صعب، لأنني بمجرد أن ابتعدت عن الأضواء ابتعدت الأضواء عني وجعلتني جزءا مهملا في حياة الجميع، وأصدقاء عمري جميعا انشغلوا بجمع المال، والآن فقط علمت حقيقة الأمر: المال هو ما ينفع صاحبه. بعد تلك الكلمات ومن قبلها كان أكثر من 500 فيلم وأكثر من 300 مسرحية. لم يستسغ زعيم المشاغبين الحياة، فقضى أيامه المتبقية ليرحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014، وهنا فقط ظهر من تخلوا عنه جميعا حينما احتاجهم في حياته، ظهروا فقط أمام الكاميرات في مشاهد جنازته، بل وحتى لم يظهروا جميعا. ومن الزعيم الحقيقي لمدرسة المشاغبين سعيد صالح نروح مع حضراتكم